السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة تعليم الابتدائي الرائد، كيف انتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا يوم جديد ودرس جديد، نأخذ كتابي في اللغة العربية بالنسبة للمستوى الثاني ابتدائي، نأخذ صفحة رقم 7 الوضعية التواصلية. بالنسبة للناس اللي كيتابعوني على الفيسبوك، كنخلي لكم رابط صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف. اذا كنطلب من جميع التلاميذ والتلميذات اللي معايا ياخذوا المقرر ويتبعوا معايا، حتى ولو ما كانش عندكم نفس الاسم ديال المقرر اللي انا راهنا الاشتغال فيه دابا، تقدروا تتبعوا معايا، لان كيف كنقول دائما اسماء المقررات كتختلف ولكن الدروس كتبقى نفسها. واخا اذا الدرس ديال اليوم بعنوان استأذن، مفهوم؟ استأذن يعني كناخذ الإذن، تفاهمنا؟ يعني إلا بغيت نقوم بواحد الفعل خاصني ضروري نستأذن ولا نطلب واش نقدر ندير هاد الحاجة ولا ما نقدرش نديرها. واخا إذا ألاحظوا وأكتشفوا، ألاحظوا الصورة وأعبر، لاحظوا معايا الصورة هنايا كتبان لنا أن هذه عبارة على واحد الأسرة صغيرة فيها الأم والأب والرضيع الصغير ثم الطفل الصغير كذلك، تفاهمنا؟ لاحظوا معايا. ثانيا استعمل واتواصل، شوفوا معايا، اتمم شفويا، يحمل الضيوف هدايا، مثل يعني الضيوف ملي كيجيو عندنا اشنو هما الهدايا اللي كيحضروا اللي كيجيبوا المولود الجديد اللي كيجي للبيت، كيكون مولود جديد اشنو هما الهدايا كيجيبوا؟ مثلا ملابس للطفل الصغير وورود ملونه جميله. يرحب الأب بالضيوف فيقول مرحبا بكم، تفهمنا؟ جيد، نتمم. شوفوا معايا الصورة اللي أمامنا، أملأ الفقاعة بالعبارة المناسبة. إذا هذه كتعتبر فقاعة، يعني نشوفوا هاد السيدة هذه ماذا تقول. إذا لاحظوا معايا أن هذا الأم وهذا هو المولود الجديد، هذه الجدة وهذه واحد الضيفة من الضيوف. هنا الضيفة كتحاول أنها تأخذ الإذن من الأم، واش تقدر أنها تأخذ هذاك الرضيع بين إيديها، واخا يعني ما يمكنهاش تجي وتأخذه مباشرة، ضروري أنها تأخذ الإذن. إذا من فضلك هل يمكنني حمل الصغير؟ هادي ضروري تطلب الإذن. إذا صورة أخرى لدينا طفلة كتحاول أنها تأخذ الحلويات، إذا ضروري كذلك حتى هي تطلب الإذن. كيفاش غادي تطلب الإذن؟ أتقول لو سمحتي هل أستطيع أن أخذ الحلويات، لو سمحتي هل أستطيع، تفهمنا؟ جيد جدا. إذا كنظن أن الفكرة وصلت، يعني أي حاجة بغينا نديروها ضروري أننا نأخذ الإذن من الأشخاص اللي هما كيكونوا كبر منا في السن، واخا؟ جيد جدا. إذا أقرأ مع رفيقاتي ورفاقي، أمي وأبي، جدتي وجدتي، أخي وأختي، أفراد عائلتي. إذا هنا كنكتشفوا الأفراد العائلة، كل واحد كيفاش كنقدروا نسميوه. أولا أمي وأبي، جدتي وجدتي، أخي وأختي، أفراد عائلتي، لهم حبي ومودتي، كلما زرتهم ازدادت بهجتي، تفهمنا؟ كنتمنى ان الدرس ديال اليوم استفدتوا منه، استفدتوا ان من الواجب ديالكم انكم تقوموا بـ 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 يعني بالاستئذان، سواء كتبغيو تدخلوا واحد البيت او واحد الغرفه ضروري انكم تقوموا بطرق الباب والاستئذان، سواء بغيتوا تطلبوا شي حاجه من الام والاب ضروري انكم تستأذنوا، بغيتوا تاخذوا شي حاجه من البيت ضروري انكم تستأذنوا الام والاب ديالكم، بتاخذ شي حاجه من عند الزميل ديالك ولا الزميله ديالك حتى هو ضروري انكم تاخذوا الاذن، مفهوم؟ كنتمنى ان الدرس ديال اليوم كان مفيد، استفدتوا منه. نتلاقى معكم ان شاء الله درس قادم، والى اللقاء.